الثامنة صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار. نستهل نشرتنا بزيارة العمل التي قادت أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون إلى ولاية غردايا رفقة المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارب هدبة، حيث دشن مقرات أمنية وعاين مشاريع اجتماعية وصحية، حاثا بالمناسبة على ضرورة تجسيد الديمقراطية التشاركية. التغطية لإلهام عشير والتقرير لحورية جرجار. زلفانة، بنورة، ودنشو، بهراوة والمنصورة شكلت أهم محطات زيارة وزير الداخلية لولاية غردايا. غردايا عنوان العراقة والكرم وسط مؤهلات محلية تصنع آفاقا واعدة أمام تحديات تفرضها خصوصية المكان، وهو يدشن عدة مرافق شرطية وهياكل اجتماعية تابعة لها. رفقة المدير العام للأمن الوطني عبد القادر بوهدبة أكد وزير الداخلية على ضرورة أنسنة سلك الشرطة وضرورة تطبيق القانون وفق مبدأ قرينة البراءة واحترام المواطن وكرامته. وزير الداخلية عرج على الديمقراطية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة من خلال الآليات الحديثة باعتماد استبيان استشارتك لتقييم الخدمة المقدمة من قبل مصالح الشرطة للمواطن. التجربة نموذجية شملت 30 ألف مواطن تخص موسم الاصطياف وآخر خاص بموسم الحج، واستبيانات قادمة تحت تصرف أولياء التلاميذ ليعنى بالدخول المدرسي القادم. وتنفيذا لبرنامج الحكومة الهادف إلى تجهيز المنشآت العمومية بالطاقة الشمسية لتقليص فاتورة استهلاك الكهرباء، أوصى وزير الداخلية بضرورة تجهيز المرافق العمومية وأمن الدوائر والمقرات الشرطية بالوسائل الضرورية لذلك. كاين برنامج على مستوى وزارة الداخلية اللي هو منبثق عن طريق برنامج الحكومة. عندنا المدارس الابتدائية، عندنا أكثر من 19,000 مدرسة، ربما الآن أنا وصلت تقريبا 500 مدرسة مزودة بالطاقة الشمسية. عندنا المساجد، عندنا الإنارة العمومية، وعندنا الإدارات. هذه الأولوية نبدأ بها. احنا على بالنا بلي المساجد والإنارة العمومية والمدارس تكونسومي تقريبا 70% من الفاكتور تاع البلديات. إذا هذه لازم تكون إن شاء الله برنامج. كل حال نتابعوا فيه ولازم نعطيو له دفع، هذا مهم جدا، مهم جدا، وخاصة أنا في منطقة اللي حباها الله الحمد لله بالشمس وبهالطاقة الطبيعية هذه، وهي طاقة نظيفة. وحرصا منها على تحسين أداء سلك الشرطة وفق توجيهات الحكومة لجعلها تواكب الرهانات اليومية للمواطن، بالإضافة إلى مهامها الدستورية، فإن الشرطة تتطلع لتقديم الإسعافات الأولية أثناء تدخلها في مختلف الحوادث من خلال تكوين وتوفير العدد الطبي الضروري. إلى جانب المهام المخولة للشرطة، المهام الدستورية، المهام الجمهورية، حماية المواطن وحماية ممتلكاته، إلى جانب مرافقة المواطنين في كل احتياجاته اليومية. يوم ربما الشرطة مسؤولين على بالهم، احنا بمناسبة إحياء ذكرى 57 لعيد الشرطة اللي كان منذ يومين على مستوى الجزائر العاصمة، كاين مهام جديدة سوف تقوم بها الشرطة الجزائرية في إطار هذا العمل، مرافقة خاصة مرافقة المواطنين. ها كنا أمضينا لصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الزميل السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على اتفاقية هامة وهامة جدا في إطار العمل الجديد والعمل الجواري تقوم به الشرطة، وهو سوف يكون عمل مرافقة المواطنين في مجال الصحي. كي نقول مجال الصحي يعني كما راح تقوم به مصالح الحماية المدنية، هي الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية على مستوى الطرقات، على مستوى المؤسسات العمومية. هنا سوف يكون برنامج تكوين لكل أفراد الشرطة وكذلك الإطارات الشرطة، وخاصة العاملين على مستوى المصالح الخاصة بالأمن العمومي. مهم جدا، سوف تكون تجهيزات، سوف يكون تكوين.
وفي قطاع الصحة تفقد نور الدين دحمون مشروع إنجاز مستشفى مختص في الأمراض العقلية وآخر يتسع ل240 سريرا، مؤكدا بالمناسبة على قرارات الحكومة بشأن رفع تجميد مشاريع الصحة في الجنوب والهضاب العليا. باش نكونوا في نفس الخط تاع القرارات الحكومة، هذه القرارات أولا اتخذت من أجل تقريب الصحة المواطن في الجنوب. احنا نعرفوا المسافات كبيرة كبيرة وكبيرة جدا، انت تعرف تروح لتعمر راس، تروح لبشار، تروح لتيزنواطين، تروح لانقزام، تروح برج عمر ادريس، تروح لجنات، بعيدة بزاف. كان لازم علينا باش ناخذوا قرارات، قرارات اتخذت. درنا اجتماع على مستوى وزارة الصحة الأسبوع الماضي باش نشوفوا كيفاش نجسدوا هذه القرارات. راح نبدا، كاين قرارات راح تجسد يعني في الحين، خاصة فيما يخص التوأمة. التوأمة ما بين المؤسسات الاستشفائية الموجودة على مستوى الشريط الساحلي والداخلي وكذلك المؤسسات الجنوبية. نثمنوا كذلك، احنا نثمنوا هنا دور الجيش. الجيش اللي عنده توأمة مع مؤسسات مدنية في مجال الصحة في بعض الولايات راح ان شاء الله يرافقونا ثاني باش نعموها. هذا في انتظار لحلول نهائية، لان الحلول النهائية واش هي؟ هي لازمنا اخصائيين وخاصة في بعض الاختصاصات. اختصاصات كما تاع التوليد، اختصاصات تاع الانعاش، اختصاصات تاع الاشعة، اختصاصات تاع في الجراحة. هذه تتطلب وقت، لان باش تكون مختص لازمك 4 أو 5 سنوات. ولكن في انتظار حتى في هذا المجال اتخذت القرارات، سوف ناخذ ربما 30-40% في الكوطا هذا تاع لي دو ام اس، كاين 1200 متربص، ناخذ 30-40% من الجنوب والهضاب العليا، ويكونوا شروط الالتحاق مش نفسها، شروط نفس الشروط، يكونوا اطباء عامون اللي تكون عنده ربما 4-5 سنوات اقدميه، نخلوهم هادو يرجعوا تكون معاهم ربما دفتر شروط باش يخدم 5 سنوات على الاقل على مستوى المصالح الاستشفائيه على الجنوب. هكذا راح نحلوا المشكله. القطب الجامعي الجديد 2000 مقعد كان محل معاينة وزير الداخلية، الذي أكد على ضرورة تكييف التكوين مع متطلبات السوق المحلية. يكون التكوين، التكوين المهني والتعليم المهني والتعليم العالي بالنسبة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، باش يكون كي يخرج الطالب ولا يخرج هذا الدبلومي نغادر غردايا على أمل تحقيق المشاريع والتوجيهات تلبية لاحتياجات الساكنة وللاقتصاد الوطني. من جهتهم أعيان ولاية غردايا ثمنوا هذه الزيارة ونوهوا بدور الجيش الوطني الشعبي في الأمن والاستقرار، وبالمناسبة ثمنوا قرارات الحكومة الخاصة بتعزيز القطاع الصحي في الجنوب والهضاب العليا. يا سيدي نخبرك عندي حكاية ومعانيها ساكنة في القلب الولهان، بالمحبة والأخوة جاملتنا ذي الجرعاية تتفرع مثل السوقي بالخير والإحسان. الجزائر الغالية أمنا الورد النسماية، حب الوطن رادعين وإحنا صبيان، نحمد ربي خالقي يا مولاي مول القدرة صانا بنعيم الأمان، وجعل لينا في كل حاجة آية، والمخلصين اللي يتبعوا طريق القرآن هما رجال عهد الله في ذو الوصاية، وقد ما نقول قليل منو في حق النقصان، مسبلين أعمارهم حتى للنهاية وساهرين على أمننا في كل مكان. كلمة واحدة والجزائر هي أساس البناية، قرة عيني بلادنا من خيار الأوطان، الأمن الوطني تاجنا وحامل دراية، بدلة زرقاء مواتية كل الأعوان، رتبة رتبة رمزها الناس الخصلايا، حب الوطن يا كراه من الإيمان، هي الشرطة للمواطن نأت المراية، تسطع في كنفها تلقى الأمان، وتجدد عهدنا في الجوارية حق الكفاية، ويترسم ساسنا ويتعلد البنيان، ويتوسع في كل مجال أمننا في دي الولاية، الشرطة القضائية شعارها الهمة والإتقان،
هو الأمن في بلادنا، النزاهة والدراية، السلامة المرورية حق واجب إنسان، حماية الأملاك والتوعية والوقاية، وحماية الحدود دايرين فيها الأبطال الشجعان، هما رجال الأمن السيوف المضايا، قيادة وإطارة تزيد معاهم الأعوان، نفخر بهم أولاد بلادي هذا مسعايا، ونترحم اللي ماتوا في الميدان، ونتمن مجهود الأمن في الوطن والحماية، مع الدرك الوطني والجيش في كل مكان، حراس الحدود دائما في قلب الحيحاية، الجمر قوة ضمان اقتصاد البلدان. نشكركم جميع باسم ولاية غردايا، وتحية تقدير إجلال مني لكم وعرفان المدير العام قارب وهدبة ذاك انتايا عبد القادر سول عنه ذاك منصير الشجعان. احفظ يا ربي ذا الوطن يا مولايا، الجزائر الغالية صونها من كيد الأديان، الصلاة علن بما كتب قلم ودوايا، والسلام عليه سيدنا قد حروف القرآن، كاتب الأبيات خالد الشام خادك سمايا، من مثلي لشعان بأهلي ناس العرفان. الله يسلمك. إنها لحظات طيبة كريمة هاته التي شرفتمونا بالحضور في تدشين مقرات أمنية واجتماعية في ولايتنا، تعزيزا لأمن وسلامة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم. نحيي جيشنا الوطني الشعبي، بالمناسبة حامي الوطن، وكافة أسلاك الأمنية الصاهرة على عزة الوطن وأمنه وكرامته. إنما نعيشه في عصرنا من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات في ظل النظام العالمي الجديد وما يمر به وطننا الغالي العزيز في هذه المرحلة من التحولات، تحولات عميقة غير مسبوقة، يستوجب منا جميعا كل حسب مقامه ومسؤوليته أن نعد جزائر الغد قوية متماسكة البنية، موحدة معتزة بأصالتها وتاريخها ونضالها ومبادئ ثورتها. وكلنا أمل أن ننشئ جيلا يعتز دوما بوطنيته وبمواطنته بوطنه الجزائر، ويعمل على ترسيخ رسالة الشهداء، القيم الدينية والخلقية، الروح الوطنية والأصالة التاريخية في وحدة الوطن والثوابت الوطنية، تنشئة لجيل تجمعهم المصلحة العليا للوطن ويوحدهم المصير المشترك للأمة الجزائرية بأبعادها. وبهذا نكون إن شاء الله قد حققنا الغاية المنشودة، فلنكن جميعا رسل خير وسلام ودعاة بر وإحسان للخروج بحول الله إلى بر الأمان. إنه الأمل الصادق والمساعي. عاشت الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى روسيا التي تتواصل بها لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة الخامسة للألعاب العسكرية الدولية، حيث يشارك منتخبنا الوطني العسكري ولثاني مرة في هذه التظاهرة الرياضية التي تعرف مشاركة 39 دولة وتدوم إلى غاية 17 أوت الجاري. يذكر أن منتخبنا الوطني العسكري قد وصل إلى العاصمة موسكو في 29 جويليا الفارط، ليتنقل بعدها إلى مدينة بيسكوف، حيث استقبل من طرف رئيس اللجنة المنظمة لهذه الدورة وشرع في التحضيرات استعدادا لخوض غمار المنافسات الحاسمة. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن منتخبنا العسكري شارك للمرة الأولى خلال الدورة الماضية التي جرت فعالياتها ما بين 28 جويليا و 11 أوت 2018، وتحصل على الجائزة الخاصة بالروح القتالية وروح الجماعة اعترافا بمسيرته المتميزة خلال تلك الدورة، إضافة إلى ما حصده رياضيون من نتائج إيجابية ومشرفة عكست التطور الملحوظ لمستوى رياضيين العسكريين على الساحة الرياضية العسكرية العالمية، وذلك بفضل الدعم المستمر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. في ملف نشرتنا، تطلعات لمباشرة حوار شامل يفضي إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. موسى مصطفى بابسا.
ما السبيل لبناء التوافقات وتقريب وجهات النظر بين مختلف التوجهات السياسية؟ كيف يتم التوفيق بين كل الآراء والحلول المقترحة؟ ما هو الإطار الذي يكفل تجميع مطالب الحراك؟ أيعقل إطالة أمد الأزمة واستمرار الانسداد السياسي في البلاد رغم كل المخاطر التي قد تنجر عن ذلك؟ تساؤلات تفضي كلها إلى جواب واحد، الحوار. فلا مخرج من الأزمة التي تمر بها البلاد دون اعتماد حوار مسؤول وجاد يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وهو ما يؤكد عليه جل الشخصيات السياسية وفاعلي وممثلي المجتمع المدني. بلا حوار ما كانش نتائج. لو كان يكون حوار الحراك حراك حراك يوصلنا ما لا نهاية ويوصلنا لأشياء لا تحمد عقباها. لا بركة فيها بركة، الدولة استجابت للأمور كثيرة وإيجابية الحق، والحمد لله البلاد راهي بخير. خلينا نمشوا لقدام، نمشوا للانتخابات الرئاسية باش الأمور الأخرى تمشي. لا بد أن نذهب للحوار وبدون تعنت، لأنه الآن ينبغي أن يصب الحوار مباشرة على أننا نذهب إلى الانتخابات الرئاسية. أما إذا كان كل طرف أصبح متعنتا وأصبح متعاليا ويضع شروط، فإن هذه الوضعية ستطيل من عمر الأزمة، وبالتالي نجد أنفسنا يعني قد ضيعنا عدة شهور غالية جدا على الشعب الجزائري. لازم كل واحد يخلي من حقه شوية، شاكا لازم في سون كوتي باش نبنوا الجزائر. الحوار هذا يزم ماشي كل واحد يقول أنا والآخر يقول أنا، هاي الجزائر ما تبناش. كل واحد يسمع شوية من حقه ونصوبوا الأمور ونبنوا البلاد هذه على طريق كما راه يطلب الشعب. ولأن الجزائر أمام منعرج حاسم يتطلب تضافر كل الجهود، فإن المساهمة في إيجاد الحلول التوافقية مسؤولية الجميع، والكل معني بالتوعية والتهدئة لتمكين البلاد من استعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية. الحوار بمثابة الحل المناسب في الفترة الحالية اللي تعيشها الجزائر، اللي هي الطاولة اللي تجمع كل آراء وجهات نظر اللي قاعدة تطرح من 22 فيفري، تشوفوا في تجاذبات وجهات نظر وقناعات وتصورات ومشاريع أوراق حل. إذا كل هذه التصورات ينبغي أن تجمع ولا يقرب فيما بينها من خلال هذا الحوار. حوار يكون جاد، يكون مسؤول، وكذلك مخارج ولا نتائج ولا ما يفرز على هذا الحوار ينبغي أن يأخذ مجراه، لأنه هي القناة اللي نوصل بها صوت الشعب. على الجميع التحلي بالحكمة والعقل والتعجيل بالمرور إلى الحوار، لأن الحوار هو اللي خرجنا من هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر، والحوار أصبح أمر ضروري وحتمي. لابد من الانتخابات في أسرع وقت باش احنا نكملوا في الإجراءات هذه اللي سايرة حاليا الآن من أجل إنقاذ الوطن. فمع بداية انجلاء الضوء عن عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي أكدت الشروع في مباشرة الحوار، يبرز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مرافقة هذا المسعى بالتثمين والتوعية وتقديم المقترحات. احنا مع الحوار وندعم الحوار، فنحن نؤمن به كمبدأ في تسويات وفي معالجة والخروج من الأزمات. طبعا بالنسبة للجزائر وحالة الحراك، نظن أن الانتخابات الرئاسية التي ستكون في الأجيال القريبة هي مفتاح لحل الأزمة. هذا الحوار الذي كان ضرورة سياسية أو مطلب سياسي في الأيام في الأشهر القليلة الماضية، هو اليوم ضرورة استراتيجية بسبب الأوضاع التي تعرفها الجزائر والمحيطة بالجزائر والمخاطر التي تحيط بالجزائر من الخارج، وأيضا التحديات التي تعرفها الجزائر من الداخل. نأتي بفكرة من عند هذا وفكرة من عند هذا، نخرج الأفكار الصافي نتاع الأفكار اللي تخدم الوطن وتخدم المواطن، ونبعدوا أنفسنا على الأنانيات وعلى الجري وراء المناصب والجري وراء الأنانيات أو الذاتية. بهذا يبقى الحوار المخرج الوحيد والأنجع لحل الأزمة والذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال. والمواطن بدوره يحمل آمالا كبيرة لبلوغ حوار يجعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار. الحوار لازم يبدأ، ولازم تظهر نخب حقيقية تسير هذا الحوار، يعني طرف نزيه ثالث يظهر من الأساتذة، يظهر من النقابيين، يظهر من أبناء المغتربين، يظهر من كل مكان.
طرف ثالث، يعني هذا هو يجي ما بين هذه السلطة أو الدولة وبين الحراك. المرأة الجزائرية اليوم تأمل بحوار وطني شامل وجامع وتوافقي من الشعب وإلى الشعب. أنا أثمن هذه الفكرة، الحوار الجامع دون أي شروط مسبقة، لأن رانا في مرحلة حساسة جدا، لازم علينا أن نتكاتف وأن الشعب يتكاتف من أجل بناء الجزائر. أطلب من الجميع المشاركة بالمقترحات، وخاصة فئة الشباب اللي رانا معولين عليها كلنا. وهذا الحوار نتمنوا بيكون بدون شروط مسبقة، لأن الشروط المسبقة تغلب المصلحة الفئوية للتيارات أو الإيديولوجيات، ونحن نتمنى تغلب المصلحة الوطنية للبلاد التي ستؤدي إلى تنصيب من نتائج هذا الحوار. نتمنى تنصيب هيئة وطنية مستقلة لتسيير انتخابات يكون عندها صلاحية رقابية وتنفيذية مطلقة وكاملة. لازمنا من الحوار، الحوار هو باش نتحاوروا باش نخرجوا الجزائر من هذه الأزمة وناخذوها لبر الأمان. لازم من إسراع في انتخابات رئاسية، هذا هو الحل الوحيد، والحوار لازم منه. الحوار هو قيمة حضارية وقيمة ثقافية وهو قيمة أخلاقية، يعني دائما ما بين المختلفين مهما بلغت درجة الخلاف في النهاية لابد أن يكون هنالك جلوس على الطاولة للحوار، وهذا أمر طبيعي وهذا هو الأمر العادي الذي ينبغي أن يكون. هذه زعما اتفق فيك تكلي، يعني الرأي من هذا والرأي من هذا ويخرجوا من هاد فرنسا سلاحية بها. إذا كان ما كانش هكذا ما يعني ما تلاشى والو، ويتعيد هذه عاد كل واحد يجيب النماس. ملي كنقعدوا هكذا ما نعرفوش وين المصير تاعنا، المصير الأمة وين رايحة. حنا كبرنا ونشوفوا الأجيال اللي جايين بعد. احنا الحوار ماذا بينا هو الحوار خير، والحوار هذا يدونا ان شاء الله للانتخابات ان شاء الله اقرب وقت ان شاء الله للبلاد. حنا نحبوا الصلاح للبلاد ان شاء الله. نحن مع الحوار الوطني الشامل من اجل الخروج من هذه الازمه التي تتخبط فيها البلاد، من اجل حل يرضي المجتمع يرضي الجميع، والعوده الى المسار الانتخابي الذي يعتبر هو الحل الانسب والحل الوحيد من اجل الخروج من هذه الازمه. دروك يليق الفوط، دروك بالسيف علينا يليق الفوط، يليق يكون رئيس، قدروش نقعدوا غير هكذا. يليق لو ديالوغ، يليق لو فوت، يليق كو سي الشعب هو اللي ديزيني بريزيدون. إلى رحاب البقاع المقدسة الآن، حيث تتواصل التحضيرات الخاصة باستقبال الحجاج الجزائريين بمشعر منى. مبعوثة التلفزيون خديجة طاهر عباس. الوقوف على سير أشغال نصب مخيمات الحجاج الجزائريين بعرفة، آخر الترتيبات مع الحرص على ضمان الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتكييف ووسائل السلامة والأمان. مخيم الجزائر الذي يضم 14 مكتب، 7 للديوان الوطني للحج والعمرة، و7 للمختلف وكالات السياحة والأسفار، بالإضافة إلى مكتب خاص بالحج المميز. أولا نحدد مواقع المخيمات عرفة بالنسبة للحجاج، نعين كذلك نعين كل المداخل والمخارج، ما هي الأماكن مواقف الحافلات أين سينزل الحجاج، من أين سيركب، حتى نسهل عملية إما النفرة أو الوصول إلى منى، حيث اكتمل وضع 14 مخيما والجهود جارية لتجهيزها لاستقبال الحجاج بالمواصفات المتفق عليها. البعثة الجزائرية حريصة على أن تكون مخيمات الجزائريين وفق ما تم التعاقد عليه، خاصة فيما يخص يعني الخيم ذات المعايير الدولية الألمانية الصنع. بعد المعاينة تم تقدم في تحضير هذه المخيمات لحجاجنا الميامين، وسيتم آخر استلام يوم 5 ذي الحجة. أكثر من 36 ألف حاج جزائري سيجتمعون بمشعري منى وعرفة لأداء الركن الخامس في الإسلام. أيام قليلة تفصلنا عن مشاعر الحج، والتحضيرات جارية على قدم وساق لاستقبال حجاجنا الميامين بأحسن الظروف.
خديجة طاهر عباس، مبعوثة التلفزيون من مخيمة منن مكة المكرمة. دوليا، وفي سوريا قتل أمس أزيد من 30 مسلحا موال للقوات النظامية في انفجار للذخيرة داخل المطار العسكري لبلدة الشعيرات بمحافظة حمص وسط البلاد. على صعيد آخر، أبدت تنظيمات مسلحة رفضها الانسحاب من مناطق يرتقب أن تتحول إلى بؤر للتهدئة في ناحية إدلب بعد الإعلان عن دخول هدنة حيز التنفيذ بأجزاء من هذه المنطقة شمال غربي البلاد. في السودان، أعلن أمس عن التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج بخصوص إعلان دستوري يفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تؤسس لحكم مدني في البلاد. هذا وقد لاقى الاتفاق ترحيبا لدى قطاعات شعبية واسعة وفعاليات سياسية محلية. في الولايات المتحدة الأمريكية، لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 26 آخرون في إطلاق نار وسط منطقة تجارية بمدينة الباسو جنوبي البلاد. وقالت الشرطة المحلية أن منفذ العملية تم اعتقاله، مرجحة أن تكون دوافع الجريمة عرقية بالدرجة الأولى. في أندونيسيا، ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب أمس الأول عرض سواحل الجنوب الغربي لجافا إلى 5 أشخاص وإصابة العشرات، وكان من بين الضحايا 3 هلكوا بسكتة قلبية جراء الهلع الذي تسبب فيه الزلزال البالغ قوته 6.9 درجات على سلم ريشتر، ما دفع بالسلطات الأندونيسية إلى إعلان تحذير من التسونامي. نعود إلى أخبار الوطن وإلى المسرح الوطني محي الدين بشترزي تحديدا، حيث اختتمت سهرة أمس فعاليات الأيام المسرحية للجنوب بحضور وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود والمدير العام للمسرح الوطني محمد يحياوي، حيث كرم المبدعون في الفن الرابع من ولاية الجنوب. وهبة دنداني. هو آخر عرض مسرحي في حفل اختتام الأيام المسرحية للجنوب من إنتاج الجمعية الثقافية صرخة الركح لولاية طمنراست. معظم اللي موجودين في العرض هو عبارة عن شباب، ولكن الجمعية دائما لاباز نتاعها هي التكوين، ودائما في نهاية كل ورشة تكوينية يكون هناك عرض مسرحي. وفي حفل الاختتام يكرم أحسن المبدعين في التظاهرة. الجنوب فيه مبدعين، فيه رجالات المسرح قدموا الكثير، وبالتالي فهي هذه التكريمات موجهة إلى الذين ساهموا مساهمة فعالة في إثراء الحركة المسرحية في الجنوب. وإلى جانب جو التكريمات، توصيات عدة خرج بها المنظمون لهذه الأيام المسرحية للجنوب. طالبنا بترسيم الأيام لتصبح مهرجانا على ما جاي. المسرح الوطني باش يتكفل بمجموعة من التكوينات والورشات لصالح شباب الجنوب إن شاء الله تكون ذات مستوى عالي ومرموق. شيء آخر هو ركزنا على الأهمية لازمة في الطبعة 10 إن شاء الله اللي غادي تعقد في السنة الجاية، وطالبنا واقترحنا باش تكون يعني في المستوى وتكون على قدر أهل الجنوب وقيمتهم ومسرحهم بالخصوص. توصيات من شأنها الرفع من مستوى المسرح الجزائري عموما ومسرح ولاية الجنوب بوجه خاص. بالفن الرابع نختم النشرة، شكرا على المتابعة، أعود لألقاكم عند 10 في موجز للأخبار. إلى اللقاء.